يا جماعه جاي هلا هلا بدي اوجه كلمه لدوله الرئيس تبع بري، هو الامين المؤتمن علينا، نحن ولاد حركه امل ونحن اللي انتخبناك يا دوله الرئيس، ونحن معك على الحلو وعلى المره وصابرين بسببك، صابرين هول معنيين واصحاب المناصب بجدوب ما عم بيوصلوا لك الرساله مزبوط. اهل جدوب موجوعين، هلكوا تعبوا، منصة كهرباء، منصة مواد غذائيه، منصة دواء، كل اصعدة بيئة اقتصادية صعبة صعبة يا دولة الرئيس، نتمنى منك تترك بيروت تيجي تقعد بمصالح لتوصل تسمع وجع الناس المزبوط. هلا عم بوصلك الرسائل مش مزبوطة، انه الشعب مرتاح، الشعب مش مرتاح، شعب هلك، شعب هلك، نتمنى منك تحس فينا، انت وحدك بتحس فينا ونحن بنحبك، لو ما بنحبك ما بنحكي يا دولة الرئيس، وانت الاخ الاكبر لنا، وعلى الله هالرسائل توصل، يعطيكم العافية. والا في شغله بس يا دولة الرئيس بدنا نوصلك هي بالصرافات عم تصير هيك، دم الصرافندية كلها والكل العالم تعرفها مافيات وكذب يا دولة الرئيس، في ناس بالصرافان قالوا عم يسرقوا بيسمك، عم يحطوا البنزين، عم يسرقوا بيسمك، عم يسرقوا بيسمك، عم يتلحموا على محطة البنزين، بيجي سهريج المازوت بفض العصريات، بيجي الصيادة والتاكسيات وكل الحدا عنده موتور بالبيت، بيجوا بده يروحوا يعبوا مازوت، ما فيش مازوت. في ناس بالصرافان يا دولة الرئيس عم يجي يعبوا بالجلانات الساعة 4 الصبح، عم يعبون بالجلانات يا دولة الرئيس، عرفت كيف؟ بسبب شو؟ وعم يروحوا يبيعوا الجلن الشفافة ب 150,000 يا دولة الرئيس. والمسائل الشرفة اللي عم بحكي، مسائل الشرفة، الشرفة اللي عنا بالصرافان، الشرفة عم بحكيها، مش قبل ننفى وكل العالم عم تحكي عليه. حل لنا هالموضوع يا دولة الرئيس، لا الصيادي عم يشتغلوا ولا التكاسي عم يشتغلوا، عم يصير في سرقة، سرقة بالليل يا دولة الرئيس، عم يعبوا المزاد بجلانات صغيرة اللي يبيعوها ب 150,000 يا دولة الرئيس، كل العالم بتعرف مين، لا لا عيدهم كل العالم بتعرف مين. السلام عليكم. نحن بنشتغل بالسمك، صرنا 15 يوم معطلين لأنه البحرية ما عم تقدر تظهر، لا عم بيأمنوا لهم مزاد، هذا البحر بياكل يومه، بياع سمك بياكل يومه، لا عنده معاش، لا عنده ضمان، لا عنده شيء، هنا ما بده يتطلع فيه، مين بده يتطلع فيه يا خيي؟ مش عم نقلكم شيء، امنوا مازوت بس للبحريه لحتى تقدر تجيب سمك والعالم تشتغل، لانه العالم ما عم فيش خلاف بكيلو السردين، لا قادر تشتري لحمه ولا قادر تشتري غيره. يعطيكم العافيه. ان شاء الله كل انسان عم بيخبي دواء من قدام واحد مريض او عم ياخذ مزيود من قدام واحد يحرم من الكهرباء، ان شاء الله بحبه على صحته وعلى صحه اولاده. في ناس عملت ثروات باسمك يا دولة الرئيس، وبتلحفين باسمك، ملفوفين بعلم حركة أمل لا يحموا حالهم، لا بيحبوا الحركة ولا بيحبوا المبدأ ولا بيحبوا النهج. هول الفقراء اللي معطرين، هول ولاد إمام الصدر، هول بيحبوك. عملوا ثروات اللي كانش بيسوى ليرة، صار معه ملايين الدولارات، ملايين الدولارات. واللي كان فوق مصاري صرفوه على حركة أمل، نط حركة أمل مش معهم جايبته لحركة أمل، نط على السطر. نقطع السطر. نحن مش محزبين ولا مسياسين، نحن عالم موجوع نازل على الشارع، ما حدا ياخذ الموضوع هيك او هيك. نحن جماعة مش مع حدا. في مطالب على شيء بدنا اياه، مثل اي مواطن. شعار الامام الصدر كان لن اهدأ حتى لا يبقى محروم واحد. الحرمان ما في دواء، ما في مازوت، ما في كهرباء، هذه شركة الزهرانة بروح الكهرباء منها على بيروت. بيظهر بيظهر السهريج من المصبية مش عارف لوين بيروح. عصورية بروح سوق سوداء بينباع، ليش نحن ما بدنا نضوي بالزهراني هون وبالقطاع الزهراني؟ ادوية ما في، اشغالنا مدمرة، عيالنا راحت، دواء ما في، مستشفيات ما في، حليب للاطفال ما في، وبعدين هالحالة ما عادش نحمل، ما عادش نطاق ابدا. هذا وجع، وجع العالم وسط الشارع امام محطة الزهراني شركة الكهرباء. ما بدنا لا وين 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 انت